بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل نجاح في الدنيا بدايته عمل وجهد وأساسه التوكل على الله، يعني ناخد بالأسباب ونستعد بالعلم والعمل، وهو ده التوكل ومعناه. وقبل يوم النصر عدت سنين من التدريب والاستعداد في كل اتجاه، دراسة وعلم وتدريبات قوية ليل ونهار، حروب استنزاف ومحاكاة. محاكاة ليوم المعركة، يوم تحرير الأرض، وفي الوقت المناسب توكلنا وعبرنا وانتصرنا بفضل الله. التوكل على الله سر من أسرار النجاح في حرب أكتوبر، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. ازاي كان التوكل على الله مفتاح وسر من اسرار انتصارنا في حرب اكتوبر؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. من القيم العظيمه اللي تعلمناها من حرب 6 أكتوبر ومن مفاتيح النصر لهذا النصر العظيم، السادس من أكتوبر 73، التوكل على الله عز وجل. تجسد ذلك في روح الجندي المصري، تجسد ذلك من قبل المعركة في المحاضرات والندوات واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ثم ظهر ذلك جليا في التكبير الذي هز أرجاء الأرض كلها، الله أكبر. الله عز وجل يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى ربنا ربط من أسباب النصر بنص الآية القرآنية إن المؤمن يتوكل على الله وربنا هينصره، قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولأهمية التوكل في حياتنا، ربنا ذكر التوكل في القرآن الكريم أكثر من 53 مرة. طبعا تكررت الآيات الآمرة بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى آخر آيات كثيرة جدا تأمرنا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وتربط التوكل بالنصر، وتربط التوكل بالسعادة، وتربط التوكل بقضاء المصالح. عجبتني آية جميلة قوي، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لما تلاقي الأمور تكالبت عليك تذكر هذه الآية، لما تلاقي الهموم كترت تذكر هذه الآية، لما تحس ان اعدائك شدين حيلهم عليك قوي تذكر هذه الآية، لما تلاقي الناس تنكرت لك تذكر هذه الآية، اذا تحزب عليك الناس تذكر هذه الآية، اذا تنكرت لك الدنيا كلها تذكر هذه الآية. وده حال وقت مصر في الوقت ده، واللي احنا فيه محتاج الروح دي. يعني الان الحروب بدأت تاخد شكل مختلف، حروب فقدان الثقة، صحيح، وحروب صناعة التفاهة، وحروب الشائعات، وحروب الجيل، حروب الأشخاص بينهم وبين بعض. طبعا احنا بنتعرض لحروب جديدة جدا. خلي بالكم والرهان على وعي الشعب المصري العظيم، احنا محتاجين الروح دي، محتاجين التوكل على الله عز وجل مع تمام الأخذ بالأسباب. العلماء اتكلموا على التوكل وإن هو عين الثقة بالله عز وجل، اتكلموا عن التوكل وإن هو عين تفويض الأمر على الله عز وجل، صحيح، اتكلموا عن التوكل وإن هو عين حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لكن هناك فرق بين التوكل والتواكل. وإيه يا فندم؟ والتواكل. أيوة، إيه الفرق بقى ساعتها؟ هقول لك وانت تصححني. ماشي. يعني التوكل ان انا بفوض الامر لربنا سبحانه وتعالى وانا عندي يقين بان الامر كله بايديه. كويس. التواكل ان انا بيقولوا عليها ايه؟ اتكل على غير، يعني فهمني. ماشي، صح، افهمك.
هقول لسعادتك حضرتك عايزة تقولي إيه؟ إن التوكل على الله، أنا معتمد على الله وحده وباخد بالأسباب كويس قوي. صحيح. إنما التواكل أنا ما بعملش على أي الله حاجة، ما باخدش بالأسباب. ده اسمه إيه؟ يعني قاعد مكاني ما بعملش أي حاجة وأقول إيه هيجي لي لحد عندي. الله ما ينفعش خالص. وسيدنا عمر بن الخطاب قال وقد علم أحدكم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولما دخل الجامع ولقي حد طول الوقت قاعد يصلي يقوم يصلي وقاعد يصلي، قال له من يعولك؟ من بيصرف عليك؟ قال له أخويا. قال له أخوك أعبد منك، لأنه ربنا في القرآن قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني بيبيعوا ويشتروا وشغالين لحد يوم الجمعة، لحد أذان الجمعة. طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بقى اسعوا بقى. طبعا يا فندم. فالتوكل أحلى تعريفين للتوكل من وجهة نظري أنا، تعريفين في منتهى الروعة. التعريف الأول الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، والاعتماد على الله وكأن الأسباب ليست بشيء. أدي أول تعريف، تعريف مهم جدا. طبعا الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، والاعتماد على الله وكأن الأسباب ليست بشيء. التعريف الثاني انشغال الجوارح بالأسباب وانشغال القلب برب الأسباب. أحلى تعريف. صح. يبقى دماغي شغالة وباخد بالأسباب. ما عودش بقى مكاني أقول إيه مصلي رزقي مكتوب وهيجيلي هيجيلي، ما هو مش هيجيلك طول ما أنت ما بتسعاش. ما هو ده قمة الجهل. ليه؟ لأنه احفظوا الكلمة دي لأنها من المأثورات. الدنيا مبنية على السنن الكونية. لو أنا سألت حضرتك وهتجاوب بتلقائية غريبة جدا، اتنين وقعوا في البحر، مين اللي ينجو؟ اللي بيعرف يعوم. ما سألتنيش ليه مؤمن ولا كافر؟ قلت اللي بيعرف ايه؟ يعوم. بصرف النظر عن كونه مؤمن ولا ايه؟ كافر. اتنين دخلوا الامتحان، مين اللي ينجح؟ اللي ذاكر. ارض زراعيه فاضيه، انهي ارض تنبت؟ اللي اشتغلنا فيها. الموضوع سنن كونيه. الشمس لما بتطلع ما بيفرقش معاها اللي ماشي ولا اللي قاعد خالص. ده ما بيفرقش معاها مؤمن ولا غير مؤمن، ده يفرق معاها فقط اللي ماشي في الشارع رجليه بتخبط في الارض علشان يسعى على رزقه ولقمة عيشه، وبين اللي نائم يغط في نوم عميق. الفاس لما بيتضرب في الارض، الارض لا تفرق. من يحمل الفاس الا بمقدار الكفاءة والامانة. ما يفرقش معاه مؤمن ولا غير مؤمن. الدنيا مبنية على السنن الكونية، وسنن الله لا تحابي احدا ابدا. سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالتوكل على الله معناه انك تاخد بالاسباب كاملا. شوف يا حضرتك تخطيط الجيش، الله يحافظ على جيشنا يا رب المصري، اللهم امين يا رب. شوف تخطيطهم كان ازاي، تخطيط لكل شيء، واخذ بالاسباب كاملة وتوكل على رب الاسباب. يلا نروح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشوفه في الهجرة قمة الأخذ بالأسباب، ولما انقطعت الأسباب لم ينقطع الأمل في مسبب الأسباب، الله رب العالمين. يا سيدنا أبو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ما قالوش أنا مخطط وعامل، لا 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 خالص. ساعتها الأمل في ربنا بس، الأمل في الله وحده، الأمل في مسبب الأسباب. قال له يا أبا بكر لا تحزن، إن الله ما قطع الأمل في الأسباب لم ينقطع الأمل في مسبب الأسباب. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كيف كان التخطيط، وكيف كان اللجوء إلى الله عز وجل أثناء المعركة، يرفع إيديه لدرجة إن العباءة تسقط، وسيدنا أبو بكر يضع العباءة على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرفع صوته، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. يلهج ليه؟ أخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب. والآية ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، مش ولما ناموا في بيوتهم. انت مذاكر كويس جدا وفي الامتحان اتزنقت في سؤال، الجأ لربنا، تواخد بالاسباب، مش داخل عامل اللي عليك. طبعا لازم. لما دخل الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله جئت اسالك سؤالا وتركت ناقتي بالباب فاجبني سريعا، قال له هل عقلتها؟ قال لا، تركتها وتوكلت، يعني انا سبتها كده ايه وتوكلت على ربنا. قال اعقلها وتوكل. اعقل يعني ايه؟ اربط. ومنه سمي العقل، لانه العقل ربط، ربط المعلومات بعضها ببعض. يعني بقول لحضرتك انا اسمي رمضان، فربطت ما بين اسمي وبين شهر رمضان، مش هتنسي الاسم ابدا. ده اسمه ربط المعلومات، والعقل اسمه عقل لانه بيربط.
ولا العقل اسمه عقل لانه يربط صاحبه عن خوارم المروءه؟ ممكن طبعا بيقول لي لا عيب، ما تعملش كده، ما تقعدش بالطريقه الفلانيه، ما تتكلمش بالشكل الفلاني، اسمه عقل. قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي عقل؟ سمي العقل حجرا لانه بيحجر على صاحبه، يحجر عليه ما لا يليق، يحجر عليه خوارم المروءه، يقول له لا ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش تجري كده، ما ينفعش تلبس اللبس ده، ما ينفعش تتكلم بالطريقه الفلانيه، ولكن الذي لا عقل له يفعل اي شيء. صحيح. فقال له اعقلها وتوكل. تعالوا نشوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، وكيف اخذ بالاسباب، وكيف انه لما تخلينا عن سبب من الاسباب حصلت الـ الضرب اللي حصلت. وبعدين شوفوا توكل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المفاجآت العلمية انه بعد غزوة احد على طول كان فيه غزوة تاني يوم مباشرة. الغزوة اللي تاني يوم دي كان اسمها حمراء الاسد. اقول لحضرتك؟ اقول بعد ما حصلت معركة احد واستشهد 70 من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، 70 من 1000 او من 700، تكلم في 10%، ده معجزة عسكرية. ازاي جيش مهزوم ولا يقتل منه الا 10%؟ بس النقطة الثانية، جيش مهزوم ازاي ولم يؤخذ منه اسير واحد؟ جيش مهزوم ازاي ولم يطارد؟ فمعجزة عسكرية. الامر الثاني انه بعد الهزيمة قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبص فيهم الروح المعنوية القوية جدا جدا، وثبتوا ثباتا قويا. في الوقت ده كان ابو سفيان وخالد بن الوليد والجيش واقفين في حتة اسمها حمراء الاسد. فابو سفيان بيقول لهم: هو احنا انتصرنا؟ قالوا له: اه. قال لهم: طيب كيف انتصرنا وليس معنا اسير واحد؟ احنا انتصرنا. قالوا له: اه. قال: كيف انتصرنا ولم نطارد الجيش المهزوم؟ ما رأيكم؟ المدينة ليس فيها جنود وليس فيها إلا النساء والأطفال، نهجم على المدينة نأخذ النساء والأطفال، لا تزال العرب تسمع بنا فلا يزالون يهابوننا. في عز الأزمة وفي عز هذا الموقف كان سيدنا النبي أرسل وراءهم العيون، أرسل يشوفهم هم راحوا فين. فجاءه الخبر أنهم جمعوا أنفسهم من أجل الهجوم على المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وجمع الجنود، الناس جنود جديدة جت، قال: لا يتبعني إلا من كان بالأمس، وده رفع المعنوياتهم. فوقفوا جميعا وتجمع الجيش مرة تانية وكأنه لم يصبهم مصاب وانطلقوا. فلما علم أبو سفيان بأن سيدنا النبي جمع الجيش وجيلنا، قال: لا انتصرنا، يلا بينا على ايه؟ على مكة. وهرب بجيشه. وصل سيدنا النبي الى حمراء الاسد، قعد معسكر في حمراء الاسد 3 ايام كاملين. فالناس كانت بتستغرب كيف جيش حدث له هذا وتعاد له الروح المعنوية في لحظات ويقف مرة تانية ويقدر تاني يكمل. بالضبط. ولذلك انزل الله فيهم قرآن يتلى الى يوم الدين: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فمن أعظم مفاتيح النصر اللي تعلمناها من ديننا التوكل على الله عز وجل. وهذه كانت روح 6 أكتوبر 73. تمام. ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، التوكل على الله ليه شروط؟ طبعا. رقم 1 الأخذ بالأسباب. رقم 2 الثقة بالله ونعم بالله. رقم 3 عدم الاعتماد على الأسباب بالكلية. رقم 4 عدم ترك الأسباب بالكلية. لأن الناس مع التوكل في إفراط وتفريط.
فيه اللي هو لا يأخذ بالأسباب ويقول أنا متوكل على الله وكذب، لأنه متواكل، لأنه لابد أن أحسن يبقى في سعي وفي عمل. الله يبارك في عمرك. وهناك من يأخذ بالأسباب فقط وليس في قلبه الاعتماد على الله عز وجل. فمن شروط التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب بلا إفراط ولا تفريط، والاعتماد على الله تبارك وتعالى في كل أمورنا. فكأنه من أهم شروط التوكل عمل الجوارح وعمل القلب. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما جمعوا له النار. سيدنا إبراهيم لما أرادوا أن يلقوه في النار وجهزوا له نار رهيبة لدرجة أن من قوتها كانت تحرق الطير في السماء، وضعوه على آلة المنجنيق اللي بتلقي الحجارة لأنهم مش قادرين يقربوا عشان يرموه في النار، ودفعوه. قبل ما يلقى في النار بثواني جالوا سيدنا جبريل ألك حاجة؟ في لحظة أطفي لك النار. فسيدنا إبراهيم قال قولة المتوكل على الله، قال له أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء النداء من العلي الأعلى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحانك يا رب، عظمة طبعا. فاللي قال للنار لناس سيدنا إبراهيم كوني بردا وسلاما، هيقول لنار همك كون بردا وسلاما، هيقول لنار غمك كوني بردا وسلاما، هيقول لنار قلقك كوني بردا وسلاما، هيقول لنار خوفك كوني بردا وسلاما، هيقول لنار مرضك وتعبك كوني بردا وسلاما، هيقول لنار وجعك كوني بردا وسلاما، لكن قل من قلبك وبكل جوارحك حسبنا الله ونعم الوكيل. عظمة من أحسن ما يكون. ومش دي مش زي ما الناس بعض الناس متخيلين، ده حد يدعي على حد فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن احنا بنرفع القضية لربنا سبحانه وتعالى. الله يكبر خطر. أحسنت. هي أصلا معنى كلمة حسبنا يعني يكفينا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني يكفينا، يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله. فكلمة حسبنا يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل، ما هو الوكيل ليا، المدبر أمري، الموكل بكل أمري، رفعت له القضية بس خلاص أدي المسألة. فإحنا الناس فاكرة إن أنا لما بقول حسبنا الله ونعم الوكيل أنت بتحسبن عليا في وشي، بتدعك وياخدوها إن هي دعوة، ودعوة جديدة كمان جدا، لأنه خاف. إحنا كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ليست دعاء على أحد، إنما الإنسان فينا في بيعمل إيه؟ بيقول يا رب أنت اللي بتكفيني، وأنت اللي أعلم، أنت كفيلي، أنت ضامني، أنت وكيلي في أموري، أنا عاجز عن ذلك، أنا يا رب رفعت لك الملف، أنا مش قادر أنال حقي بنفسي، فيا رب هات لي حقي، يا رب أنا متوكل عليك. ولذلك ربنا يقول لي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا الله بإذني وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خلي بالك منهك حياة، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، اللي بيتآمر عليك، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا في حياتك كلها، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عالم من العلماء قال ثلاث آيات في القرآن الكريم تغنيني عن الخلائق جميعا، ثلاث آيات عظمة، حاجة كده حلوة قوي. هو العالم بيقول كده، بيقول ثلاث آيات من القرآن تغنيني عن الخلق وتكفيني أمري. قال له ما هي؟ قال أما الأولى فقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. قالوا له والثانية؟ قال والثانية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل
فلا ممسك له من بعده. قالوا له والثالثة؟ قال الثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثلاث آيات يا سلام عليهم. فسرهم بقى. أقول لسعادتك الثلاث آيات دول يا أستاذة لمياء بيملأوا قلوبنا بالسكينة والطمأنينة واليقين وحسن الظن بالله والثقة برب العالمين ونعم بالله. الآية الأولى بتقول لي إيه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني اعلم إنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عز وجل لو أرادك بضر الكون كله مش يدفع عنك هذا الضر، وإن أرادك بخير والله الكون كله لو اجتمعوا كلهم. بالضبط. فأنت إيه؟ اطمئن وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طمن قلبك، طمن قلبك، لو ربنا أراد لك خير والله العظيم هيوصل لك إن شاء الله. يكون إيه؟ لو لك نصيب، النصيب يصيب ولو تحت جبلين، ولو مالكش نصيب لن يصيب ولو كان بين شفتين، ولكن نعمل اللي علينا. والله تصدقي تنفع من المأساة طبعا. والله احفظها كده، النصيب نصيبك هيصيبك ولو تحت جبلين، واللي مش نصيبك مش هتاخده ولو كان بين شفتين. خلاص يبقى نعمل ايه؟ طمن واوعى اللقمة الحرام، اطمن وسيبك من اذاهم، اطمن وما تزعلش، اطمن وهينصرك ربنا، اطمن واعمل اللي عليك. بالظبط طبعا. خد الاسباب، ده انت وحش واسد. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الآية الثانية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إيه ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب رحمة؟ خلاص والله شكرا. نعم فندم. خلاص خلاص. إيه؟ لو كل الناس بقى اجتمعت على أذيتك. أيوة. رحمة ربنا سبحانه وتعالى شملتك وأدخلناه في رحمتنا. خلاص. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وريني مين يمسكها، وريني مين يصدها، وريني مين يردها عنك. ده عظمه. ولذلك اقول لحضرتك دعائين انا بداوم عليهم قوي. اتفضل. قوي يا فندم. اتفضل. كل يوم الصبح كده اول ما اقوم اجي داعي بيهم. اللهم افتح لنا ما اغلقته ذنوبنا ومعاصينا من ابواب رزقك. رزقك الله. الدعوه الثانيه، يا رب الفلق افتح لنا من غلق. الله قولهم تاني ما شاء الله. يلا قولهم قوي دول. اه والله. ما هو ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. فانت اللي بتفتح يا رب. انا عبد عاصي وعبد مذنب وبذنوبي اتقفلت بعض الابواب، افتح حالي بقى، افتح الابواب بفضلك انت برحمتك. شوف دعوة جميلة قوي. ما تعملنيش بمعاملتي. لا لا ما استاهلش. يا رب افتح لنا ما اغلقته ذنوبنا ومعاصينا من ابواب رزقك. الدعوة الثانية، يا رب الفلق. ما هو بيفلق الليل من النهار. هو في حاجة تقف قدامه؟ فبقول له يا رب الفلق افتح لنا من غلق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية الثالثة اللي بتطمنك قوي، وهي من قمة التوكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الأرزاق بإيد ربنا سبحانه نعم. وتعالى. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك، اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، دايما كل بني آدم فينا كده يبقى فيه سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، والسر ده يبقى هو سبب نجاته من حاجات كتير قوي في حياته. صدقة طلعها من غير ما حد يعرف، صدقة طلعها وما قالش لحد عليها وبينه وبين ربنا وهو نفسه نسيها، لكن اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيروحش أبدا. الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه،
ربنا بيحصيه، وما كان ربك نسيا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث حلو قوي قوي قوي، قال على كل مؤمن أن يكون له خبء من عمل صالح. يعني يا جماعة كل مؤمن لازم يبقى له عمل صالح مخبيه لا يعلم أحد به أبدا. إن شاء الله ركعتين بالليل العيال كلهم نايمين، اتسحب كده اتوضى وجواقف مصلي له ركعتين، شيء بينك وبين ربنا لعلها المنجية يعرف. طبعا لعلها ده منهج حياة. أحيانا لما أجي أكسل عن حاجة تجي في بالي الجملة دي، لعلها المنجية. عايزة أتصدق ومكسل، لعلها المنجية. عايز أصلي ركعتين، لعلها المنجية. عايز أقرأ ورد من القرآن وعندي مشاغل، لعلها المنجية. مع الخبء من عمل صالح أكتر حاجة مهمة جدا. ما بقولش إنه لازم يبقى عمل كبير، أي عمل يدل على إخلاصك، أي عمل يدل على إيمانك بالله عز وجل. على كل مؤمن أن يكون له خبء من عمل صالح. خبر ربنا عمل قبله به، صدقة، ستر، حد يتيم وعنده مشكلة رحت حلتها له وسكت. احنا عندنا مشكلة، ما بقولش انه عيب، ممكن اعلن الصدقة ومقبولة ان شاء الله. ربنا في القرآن قال ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بس ربنا بيحب الصدقة المخفية. ليه؟ حتى بنص القرآن يعني ربنا يقول ايه، ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، ما قالش عليها اجره، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني ربنا لما جينا عند الصدقة المخفية قال خير لكم، ورتب عليها تكفير الذنوب، ورتب عليها غفران السيئات، ورتب عليها ستر العيوب، ما رتبهاش على الصدقة المعلنة. صدقة المعلنة مع النية الصالحة لها أجرها. قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب الله عليها أجر. لكن احنا بنتكلم على ما هو أولى وما هو أفضل. الإخفاء أولى لما فيه من تأديب النفس وعدم العجب بالنفس وعدم رؤية النفس، عشان ما يبقاش فيه شعراية يدخل منها رياء. الله يكبر خاطرك. لفت نظري حضرتك انه اول ثلاثة تستفتح بهم جهنم. ساتر يا رب. والله وكان له قصة معايا الحديث ده، وانا اظن كنت في الاعدادية. المدرس كتب كده اول ثلاثة تسعر بهم جهنم، يعني اول ثلاثة يدخلوا جهنم. فانا قلت له ايه، ابليس. قال لي لا. سكت شوية قلت له فرعون. قال لي لا. سكت شوية قلت له قارون. تمام. قال لا. بعدين ايه، اسكت. لا. قلت له اكيد ابو لهب. قال لي لو تسكت شوية هتعرف. والله. فكانت المفاجأة انه اول ثلاثة ثلاثة من أمة سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة، يعني قبل إبليس وقبل أبو لهب. سيدنا النبي اللي قال كده، حديث في الصحيح، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم، أول ثلاثة تستفتح بهم جهنم، ثلاثة مرائين. كلمة رياء معناها إيه؟ يعني أنا بعمل خير شوفني من الرؤية. هل تراني؟ شايفني؟ مش بعمله لوجه الله. ما هي الكارثة في إيه يا فندم؟ اللي بيعمل معصية عادية معصية، إنما العمل الذي لا يكون إلا لله أعمله لغير الله دي كارثة. طبعا دي جريمة. أول ثلاثة يترموا في جهنم متصدق، فربنا يأتي به بين يديه يعرفه نعمه، اديتك فلوس وأموال وأغنيتك، ماذا فعلت؟ ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت. فربنا يقول له كذاب، فالملائكة تقول كذاب، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فقد أخذت أجرك. الثاني قارئ القرآن أو العالم، انت قرأت عشان يتقال عليك قارئ. الثالث المجاهد في سبيل الله، انما جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل فقد اخذت اجرك فلا اجر لك عندنا. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحديث بيدلنا تصدق بس خالص لوجه الله الكريم، اقرأ القرآن خالص لوجه الله الكريم مهما اخذت عليه من اجر. يعني كونه بياخد فلوس
عشان بيقرأ القرآن مش دليل على انه مرائي اطلاقا، ده هو عمله كده. مسألة الرياء والاخلاص ده بينه وبين ربنا. العالم تعلم وعلم لله رب العالمين مهما اوتيت من مال. المجاهد لا، ده انت تجاهد في سبيل الله خالصا لصيانة الارض والعرض، ساعتها ما تبقاش واحد من هؤلاء. نعم. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. لتكون من المفلحين ويكون من نصيبك الخير وتعيش في سعادة في الدنيا والآخرة، نفذ اللي الآية الكريمة قالت عليه. المولى سبحانه وتعالى يقول: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ومزرعة البر والتقوى بتفتح ليك طريق في أبواب خير كتير، ومنها المساهمة في زراعة 20 فدان. 20 فدان زي ما احنا شايفين. بيقول يا جماعة يلي عايزين الخير، يلي هيكون من نصيبكم الخير، ساهموا معانا في زراعة الأرض دي للطماطم والباذنجان، يعني محاصيل كل البيوت تحتاج إليها. ساهم في تفريج أسرة بتدعي ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي وبتقول: يا رب ارزقني بالطعام، يا رب فرح أولادي، أدخل السرور عليهم. الأرض دي كان فيها بصل بس تم حصاده، هنيئا لكل من شارك فيها، هنيئا لمن أدخل السرور على أسرة محتاجة جالها الطعام وكان سبب في استجابة الدعاء. والنهاردة بنقول في موسم جديد، لأن جمعية البر والتقوى من خلال فرق البحث المتخصصة حريصة دايما على زراعة المحاصيل النافعة واللي كل البيوت بتحتاجها، وكمان من خلال دراسة هي عارفة المحاصيل اللي الناس المناسبة لكل موسم. ودلوقتي موسم الطماطم والباذنجان والعديد من الخضروات، والنهارده احنا شايفين الارض دي وهي لسه قبل الزراعه. ان شاء الله نتقابل بعد الارض ما تتزرع، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكون سبب في الحصاد والثمار تكون موجوده على الارض دي، ويا رب اجعل لنا جميعا نصيب من خير الارض، ويكون لينا صدقه واجر لكل من يستفيد من الارض دي. افرح وفرح غيرك، افرح لما يجيلك الخير بعد زراعة الأرض، لأن كل من يدخل دايرة الخير لازم يجد الخير. وفرح غيرك لما يلاقي الأكل والطعام متوفر عنده. جمعية البر والتقوى ومزرعة البر والتقوى فيها خير كبير، سواء الخضروات أو المزارع السمكية أو النخيل، خير كبير في كل شبر من الأرض هيعود عليك لما تساهم فيه. المساهمة في مزرعة البر والتقوى من الصدقات الجارية اللي خيرها هيعود عليك في الحياة وبعد الممات، وهدية جميلة تبعتها لأحبابك اللي فارقوا الحياة. والوقف الخيري هو إن أنا أجعل مثلا نخلة أو أرض خيرها يروح للمحتاجين، ده خير دائم، يعني خير انت عملته وممكن تكون نسيته تماما، لكن رصيد الحسنات والخير دايما هيوصلك. دايما افتكر المولى سبحانه وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الشيء الباقي هو اللي انت عملته ابتغاء مرضات الله. ونفتكر ان احد الصالحين دايما كان بيقول: لو انا هرتحل من دار الى دار هسيب حاجة في الدار الاولى، يعني لو انا همشي من بيتي ده أروح لبيت تاني، هل أنا هسيب حاجة في البيت الأولاني؟ كذلك الدنيا، أنا هسيب الدنيا وهروح للدار الآخرة. فهل من المعقول إن أنا أسيب في الدنيا دي حاجة؟ لا، أنا لازم أعمل الرصيد والخير وابتدي زي ما أنا ببني لنفسي في الدنيا أبني لنفسي في الآخرة. فاللهم تقبل منا واللهم أعنا على فعل الخيرات. سارع وشارك مع جمعية البر والتقوى. Thank you.
يعني فعلا مزرعة البر والتقوى فيها خير كبير جدا، سواء للناس اللي كانت بتنزل، الأسر اللي نزلت واشتغلت فيها واسترزقت، أو الأسر اللي مستنية رزقها من المزرعة، أو الناس اللي بتتصدق وبتساهم في المزرعة. أنا رحت المزرعة دي، ما شاء الله مزرعة كبيرة تبارك الله ومقسمة، هي باينة طبعا كمان في الصورة كده، الحقيقة أكبر. طبعا كبيرة جدا ما شاء الله، أكثر من 50 فدان، هي مجموعة مزارع وفيها محاصيل وفيها فواكه وفيها أشجار زيتون وفيها بحيرات للأسماك. المية اللي بتغذي المزرعة معمولة بحيرة سمك عشان يبقى يعني تعمل حاجتين، الحاجة الأولى مزرعة سمكية، والحاجة الثانية الأسماك نفسها بتعمل خصوبة للمية فبتبقى أفيد. ما شاء الله منظمة جدا وهيلة قوي، فيها ناس كتيرة جدا بتشتغل، والمحاصيل اللي بتطلع منها بعضها يذهب إلى أسيادنا الفقراء وبعضها يباع وثمنه يرد إلى أسيادنا الفقراء، فهي من أعظم ما يكون. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ربنا بيحب الزرع، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. فمن أعظم وسائل عمران الأرض الزرع. قال الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عمل آخر لجمعية البر والتقوى من أجمل الأعمال الحقيقة اللي بتقوم بيها الجمعية، ومن أجمل الحاجات اللي أي حد يتصدق ويشارك ويساهم فيها، هي المساجد. نعم، والمساجد اللي بتقوم ببنائها جمعية البر والطاقة وبإعادة بنائها. مظبوط، في ملف كبير في الجمعية اللي هو ملف المساجد، ومصر بفضل الله في زماننا هذا بالقيادة المصرية الجميلة والوزارة الأوقاف اللي شغالة 24 ساعة في طفرة عظيمة جدا في المساجد، مبنى ومعنى. مبنى ما شاء الله شيء عظيم، حاجة مشرفة صيانة وبناء وتشطيب ووجهات، حاجة عظيمة قوي. ومعنى لأن هي أكاديميات علمية دلوقتي على مدار الساعة شغالة. فمن الملفات العظيمة في جمعية البر والتقوى ملف المساجد، بتبني مساجد كثيرة وفي أماكن كثيرة وفي أماكن أكثر احتياجا إلى المسجد. ولما بتعمل مسجد تعمل مسجد رائع شكلا ومضمونا وتشطيبا وفرشا وتجهيزا، كل وإنارة وإضاءة وسيستم صوت، حاجة كده رائعة. أنا رحت أكتر من مسجد عملاه الجمعية، حاجة مشرفة جدا، من أعظم ما يقربنا من الله عز وجل. تخيل ده بيت ربنا طبعا، فالجمعية بتخلي بالها قوي. سبحان الله، الصلاة فيه ليها استشعار ومعاني مختلفة تماما عن أننا نكون بنصلي في البيت أو في أي مكان تاني. مظبوط، هي عندها الملف ده بناء من الأساس أو إعادة تأهيل أو إعادة تشطيب أو إعادة تجهيز، فالملف ده قوي جدا ومنظم قوي قوي، ومن أعظم الصدقات الجارية. ربنا يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. هديه.